ايوه هزولي 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 في الاباجوس هزولي. ده انا هطلع انا دلوقتي في ده متاهة. يا نهار ابيض قسما بالله متاهة. ده ما خدنا جيش في الاول و تقريبا نزلت المرة اللي فاتت قال لي مقفول. لا مفيش اي حاجة. ده دم ده المفروض انا اعمل ايه يعني لما اعمله كده يعني مش فاهم ايه اعمل ايه الحسو يعني حاجة غريبة والله. وفي حاجة مش شايفها ولا ايه اللي بس قرب فنجاني انا ولا ايه مش فاهم. صيام 30 تقعدوا نقطونا بقى في حاجة هنا. لا مغلق ماشي. طب اطلع فوق مفيش اي حاجة. ده مش عارف ده عاوز يا ابني ثواني كده. لا ثواني كده على فكرة انا ممكن اخرج مش بقول لك هيتين ام ال طلع يا ابني العين يا ابني. افتح 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 يا بيوتك. ايه ده؟ I haven't cut open a man in a while. Let me string you up. طمك. Ice taken alive, dead, which would you prefer? ولا بقول لك يا بيت. مش كل التير اللي اتاكل لحمه. روح فين ده هنا طيب انا. ويخسر يلا بسرعة. عاوز ايه يعني الشيء؟ بص وراشي. أيام هو أول يوم لي في العمل في القلعة قلت إن كل الموظفين الآخرين يعني نساء. السيدة أو برثاء إطلاقا ما حصل كان مش الغرابة مش بعيد عن العمل وإنها خائفة. أخطأت عاملة تطلع مش عارف إيه فخطأتها قطعت واجهها بسكين. ليلا استطيع سماع نحيب فانك اشباحا. استنى استنى يا لا مش كده مثلا الجو خانق وحار. ده مين دي؟ حد مش عارف موسيقى شاف شكله هايز هايزنبرج الجهاز. لا من الست هي نهار ابيض عليكي يا بنت الطول ده كله.
سكينة متكسرش ده. طب مفيش شوجن ليه؟ هو كله مسدس. معرفش شوجن يا عم. الله عليك يا فنان. لوحة لوحة يعني. اه تراست ان لايت. هو انا المفروض احرر دول ولا كده كده؟ انت البازز القديمه دي. الله يا عم شو القديم يعني. شاف حاجة. ما هو لازم هيطلع حاجة في الضلمة دي لازم. كانوا حابسين بقى مين هنا؟ أكيد مستذئبين يعني. هيكون مين يعني غيرهم؟ ايوه سكومون سنت يا حلو. المرشحون ايه؟ مرفوضون مش عارف ماشي. وده لينا ولينا. مفيش اي حاجة. ماشي. مش مطمن خالص خالص. مين مين؟ اين شهية مرتفعة؟ هات قهوة مش عارف ايه. كان بيعمل ايه بالظبط؟ حارس على ايه بالظبط؟ مش كده طيب. دول خفافيش دول ولا ايه؟ ده خرب. دول خفافيش يا جدعان. انا عاوز شو جنة يا جدعان. ربنا خفافيش. قرأت طلق ما فيش. بك يا نهار ابيض. انت شقت الرجل. كم واحدة؟ يا دين امي. يا محمد ارجع. هو فين اللغم؟ بس تطلعوا تحت ولا اجري يالا. بص بص استنى والنبي يالا استنى يالا. بقول لك احنا نجري احنا نجري احنا نجري نجري نص مجدعه.
يخرب بيت كده كل حاجة عاوزة زرار و5000 بتاع وخمس. ما هي لازم نجني نحيط عملي طيب يعني. Which tools do you prefer? Where are you going, little one? Your bullets cannot harm. مين دي؟ في ايه؟ stupid man thing. في ايه؟ I feel no pain. I won't forgive you. You bastard. How dare you? والله انت ما انت بوم. الجليد. طب كويس. ده ايه ده؟ اكيد الازاز دي هتركب في الاوضه. في الاوضه ده مالنا دم اكيد يعني. ماشي. شخص اخر اعتقد في القبر. ايه حاجة هنا؟ مش بدي اركب. ماشي اوكي مسدس. ماشي بيعمل الريكول بتاع السلاح. ماشي كويس. ولا فين دلوقتي؟ ده عاوز حاجة تانية. ده في دي مش ازازة يعني. جام بودر. وليه بس هنناقشي شوت جن؟ فين الأخ اللي هنا؟ عايز يفتح تاني في الأوضة؟ أيوة. I've expanded my services, please. أوكي جالك. Come take a look. طيب يا جماعة هنقفل النهاردة لحد هنا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. على السلامة.